اماكن في العالم بينتشر فيها نمو الشعر الزائد عن اماكن اخرى. يعني مثلا منطقه الحوض البحر المتوسط من الاماكن المشهوره قوي ان منطقه الشعر الزائد في السيدات معروف. وبساعات احيانا بنعتبره نوع من انواع بعض انها دي بقى دي طبيعتها كده. طبيعه المنطقه. طبيعه البنت كده اللي عايشين في المناطق دي. يعني احنا حوض البحر المتوسط مش مصر بس ولا ليبيا ولا لا 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 خدش فيها فرنسا. ده جنوب البحر المتوسط. وايطاليا. جنوب اوروبا. واسبانيا. جنوب اوروبا. ايوه وتركيا واليونان دول كلهم معانا. واخد بال حضرتك حوض البحر المتوسط ما تفهمش ليه. هل البحر ده كان فيه شعر كتير ما تفهمش. ممكن يكون كذا. فاحنا البنات عندنا او السيدات مشعرات.